مختص يا اخي. هو طعم بيروت، ما انت عارف حسن طعم بيروت بيهم اللي قالوا، ما بيهم الا منطقتنا كلها. شو الفحص يعني بدهم ياخذوا منا دم؟ يعني شو بدهم ياخذوا فيها دم اذا مريضه؟ وين صارت هيدي؟ هيك طلع قد ايه بدهم وقت؟ وين صاروا هن؟ اذا لا قلن ليك اقترح عليهم حسن، ما ليك لك اقترح عليهم هلا بجيب لك تلفون لهم، انه الحكيم بيلقطوا لكم هي بحطوها على البار تفحصوها وبيرجع برجع لكم هي على المي قدامهم. هيك القصه، جرب انت السؤال، لانه مش كل ساعه فرصه، لانه هلا لازقه فيي وايدي على ايدها، يعني عم ملس عليها. قول له هيك، قول له الحكيم احسن ما نخسرها، هيدي يعني دعايه للبنان ولا للمحميين الجنوب هون. هيك البنت حد ايه هي خذها معك، فيها تلفون لاي حد بلقطها بحطها على البر، بتجوا بيفحصوها اللي بدهم اياه بيعملوا بالرواق مثل ايه. قول لهم بجيب لكم هي الحكيم على نص خدمتكم بالبحر، بتعضهم كتفهم تنتين. ما شرسي يعني منا هوينه. لو جبنا كاميرا الفيديو نحن عم صور فيديو، بس بعرفش اذا بيطلعوا هودي مزبوطين ولا لا. صور صور عادي لانه اليوني صورت كثير. يا عم صور، اذا رح تعطيك الرقم هيدا احسن. انتبهي يا جمال، انتبهي يا جمال، لك مسنينا هتطلع طعمية سمكة. طيب طيب خليكي معي. لا من دون شيء، حط لها سمك هي لحالها بتمشي لهونيك. هذا اللي خدها لهونيك تمشي، ما بدنا نطلعها لهونيك، رجع بعدين مشيها تمشي. اذا بتريد يا حكيم يعني حتى الحاج حسن بوق مش هون، نحن مسؤول هو عننا، يعني نحن كمان علينا مسؤوليه بهذا الموضوع. لا واحد بيخش برايي الخبير، لا تروح عند الحكيم تتحكم. طيب ما اختلفنا، ما هيك رح يجي الحكيم. بس بعد يلا انطرهم شوي، نحن نتواصل معهم. حاج حسن سافر، وقال لي سافر بس امبارح حكيت معه بالليل، قال لي انت تصرف زي ما بدك. هيك قال لي، ما كان عم بيحكي معك وكنت انا على التليفون معه. ايه شو قال؟ ليش هالكلام؟ قال لي بس شبكه وما شبكه ويطلعوها نابغه. مش قال لي بعهدتك انت ما اللي بدك اياه، بعهدتك عشان ترجع طيبه ومع المي. قال لي مش هيك؟ قال لي طيب خلينا نتصرف انا وياك، شو بدك تدوها مع المي؟ يلا انطر لك دقيقه، بتكونش الطريقه المضبوطه يعني هذيك رح يعرفوا انت مفكرة. شو قال لك حسن؟ هذا يحكي لهم رد عليك. انتبه يا جمال، بديش تعميكي باح خلص، خليها جوعان حرام. انتبه يا جمال، لك بتعض. ها بوس ايدي بعد. عم تصوري؟ عم صور فيديو.